وعدوه. هات يا قد مشاريب للقهوة كلها على حسابي. يلا. ايه جرى يا معلم؟ انت كل ما تتفلك ميت تيجي تعزم القهوة ولا ايه؟ اهلا وسهلا. ايه الموضوع بسرعه فيه؟ الله، مالك مسروع كده ليه؟ مش تشرب لك حاجه الاول وتاخد لك نفسين كده تعدل بيهم في دماغك علشان الكلام يحلو؟ معلش يا معلم بسريعه، عايز اروح اشقر علاقتي زهره بسرعه. اهو انت كده دست على نص الموضوع. دست على نص الموضوع ايه؟ وايه الموضوع التاني فيه؟ الاول اختك ازيها؟ اختي الحمد لله يعني بيقولوا كويسه وان شاء الله تبقى كويسه. انا كنت ناوي اروح ازورها النهارده واخد لها معايا شويه حاجات كده يعني. لا بلاش انت بالذات تزورها، بلاش عشان خاطري. اصل هم مانعين عنها الزياره، ان شاء الله لما تبقى كويسه واسمحوا بالزياره ابقى اقول لك تروح تزورها. خير؟ ايه الموضوع؟ بقى خير في سلامه. وسلامه في ايه؟ مين سلامه ده يا معلم؟ ده انت ميح خالص. وسلامه في خير؟ فهمنا يا خل. مش فاهم، فهمنا اكتر. انا هاخد لك من الاخر، انا طالب القرب منك. ايه ده؟ انت عاوز تتجوز ام معلم؟ امك ايه؟ ما انا عندي زيها. انا طالب القرب من اختك ست الحسن والجمال. انت معلم يا معلم وحدوها. انت عاوز تتجوز زهرة اختي؟ ومالك كده زي القرصات عقرابه؟ الله، وانا مش مال عينيك؟ مش بدل ما غريب يلهفها مننا؟ ايوه بس انت متجوز يا معلم. وماله؟ ما اختك كانت متجوزه الحاج فرج وكان معاه جثتين. انا بقى معايا جثه واحده، واذا كانت عايزه تبقى فرضاني انا مستعد اطلع حماتك. ايه بقى؟ شفت بقى انا شاري ازاي يا خله؟ طب وايه اللي خلاك تفكر في الموضوع ده يا معلم؟ اول هام اختك دي جمالها ما توصفش على حد ابدا. تاني هام فلوسها المتلتله اللي معاها دي تبقى لينا. ما تروحش للغريب ويبقى زيتنا في دقيقنا. زيتنا في دقيقنا ايه؟ احنا هنعمل قرص ونوزعها في الطرب؟ وبعدين يا معلم احنا لازم ناخد رايها. الله، انت مش اخوها الكبير وانت كمان ولي امرها؟ من ناحيه اخوها الكبير اخوها الكبير، لكن هي ولية امري. الله يرحمك يا ماجد، كان بيهز الجو، طيار جريء وجامد بيخاف منه العوم، صقر الصقور غرق في بحر البحور. الله يرحمه، اللي خلف ما ماتش، اللي خلف ما ماتش. ماما، الحاجة زهرة دلوقتي بقت كويسة؟ الحمد لله يا ابني، هي اللي شافته كان قليل. شفت الراجل المجنون؟ أنا إيه الراجل ده؟ الراجل حماية أبو سريع بتاع وحدوه. عمل حاجة معاك؟ قال إيه يا ماما؟ عاوز يناسبنا. يناسبنا؟ مش كفاية نسب القرف اللي شفناه؟ ما هو المرة اللي فاتت كان عاوزيني وخدوني، المرة دي عاوزين الحاجة زهرة. ليه؟ هو عنده ولد واحنا ما نعرفش؟ يا ماما افهمي بقى، ده عاوزها لنفسه. ايه؟ انت بتتكلم جد يا واد؟ ايوه يا ماما. ده يبقى اتجنن وتهفف نفوخ. زهره بنتي تتجوز الحنوتي؟ لا، ده يبقى هو ومراته متفقين على كده. لا يا حبيبتي مش متفقين على كده، هو عنده استعداد يطلق المعدده مراته لو الحاجه زهره اختي وافقت عليه. ده كلام بيقولهولك. دي كانت مراته قتلته وغسلته ودفنته. المهم دلوقتي ارد على العريس حماية اقول له ايه يا ماما؟ قال لك القل وتعب السر. انت ازاي يا واد خليه يقول كلام زي ده قدامك؟ بالك لو انا مطرحك كنت قلعت اللي في رجلي وضربته على بوزه لحد ما يقول ان الله حق. اسمع بقى، روح قول له امي بتقول لك شوف لك تربه ادفن نفسك فيها. وبعدين يا طن هنفضل على الحال ده لغايه امتى؟ والله ما انا عارفه اقول لك ايه يا حبيبتي. انا عرفت انه بيروح معاها كل يوم المدفن عند جوزها ويقعدوا هما الاثنين يقطعوا روحهم العياط. يا كبدي يا ابني، اصل كان بيحب المرحوم قوي. كبدي عليك يا ابني. وهو ان شاء الله بقى ناوي يحول الحب ده لمرات المرحوم؟ لا لا يا نورهان، ما تقوليش الكلام ده. معقوله يا حبيبتي هيسيبك ويبص لها برده؟ ليه يا طنط انت ما شفتهاش؟ ما هي حلوه وزي القمر،
ما هو ده اللي هيجنني وحرق دمي. لا لا يا حبيبتي ما تقوليش الكلام ده، انا متأكدة انه بيحبك، ده قبل ما يعرفك كان بيعرف بنات اشكال والوان. ما هو باين يا طنط. صدقيني يا حبيبتي وبعد ما عرفك ما بقاش يرد حتى على تليفوناتهم، وجي قال لي يا ماما انا ما بحبش الا نورهان. احنا بكرة ان شاء الله هنوصل مشوار قريب لحد فرع الشركة. ليه يا فريد؟ اصل انا خلاص خلصت موضوع التعويض، يعني مش فارق غير انك تروحي تمضي وتستلمي الشيك. انا متشكرة قوي، بتابعك معايا. اوعي تقولي كده يا زهر، هزعل منك والله. وانا عملت ايه يعني؟ ده انت تستاهل اكتر من كده بكتير. ميرسي يا فريد. ما تصوريش يا زهر انا تعبت قد ايه عشان ارفع قيمة التعويض، ولو ان مال الدنيا كله ما يعوضناش المرحوم الله يرحمه. هو انتوا ما عرفتوش الحادثة حصلت ازاي؟ لا ازاي عرفنا؟ هو كابتن ماجد ما غلطش في اي حاجة، هي عاصفة شديدة قامت بعد كده حصل عطل في المحركات، ما عرفش يسيطر على الطيارة وقعت في البحر. هم عرفوا ازاي؟ من الصندوق الاسود. اصل الصندوق الاسود كان مسجل كل حاجة حصلت في الطيارة. بعد كده هم اصدروا قرار استثنائي ان هم يطلعوا شهادات وفاة لكل الناس اللي كانت على الطيارة. يلا الله يرحمهم بقى. المهم انا هفوت عليكي بكرة الساعة 9 الصبح تكوني جاهزة. ايه ده؟ ما انت مش هتتغدى معايا؟ انا ماما طبخة ونازلة دلوقتي حالا. حبيبة قلبي والله ست الكل، بس معلش عافيني انا النهاردة. اصل انا النهاردة لازم اتغدى مع امي، اصلها عاملة لي تورلي وانا بموت في التورلي. معلش بقى استغنى عن التورلي النهاردة. انا اصلا عايزة اتكلم معاك في حاجات كتير، ممكن؟ خلاص انا تحت امرك. طب ممكن فراخ مشوية؟ اهو موت اخوكي ده هيعمل لنا لخبطة تاني وممكن يجي فوق دماغنا. شو بدك تقولي يا فهيمة؟ عايزة اقولك ان زهرة خلاص يا اختي هتبقى حرة، وممكن الحاج عادل يزوق عليها تاني. يا شوية الحجي، لك الحجي قدامه لسه 15 سنة، كيف بده يتجوزها؟ الله، هو مش منتصر قالك ان هو عمل طعن في قضية الطلاق؟ يعني لو طلع براءة في النقد هيكسب قضية الطلاق. زهرة حزنانة حزن على جوزها، ما شفتها على مرة من قبل، ما بظن انه ترجع لفرج تاني مرة. ما هو مش بإيدها يا اختي، مش بإيدها، ده هيرجعها بحكم المحكمة، ما تفهمي بقى. المهم انه هلأ الحجي يطلع من السجن، لانه انا بعد موت اخي ما عاد صفي لي حدا. ما تستهبليش، الورق كله غلط. الواحد ده هو انتي ما بتفوتيش؟ غريبة، باش مهندس ما جاش النهاردة، يعني كان هنا لسه ماشي قبل انت ما تيجي. انا شايفة كده ان هو مهتم بيكي شويتين زيادة. انتي ناسي يا بنتي ان هو كان صاحب ماجد جدا؟ لا ونعم الصاحب، صاحب شهم جدا. والله عندك حق، مفيش زيه اليومين دول، ده خليل اخويا من لحمي ودمي، كل فين وفين لما بيفتكر يقعد معايا شويه ويمشي زيه زي الغريب. هو فعلا ونعم الصاحب. ممكن كمان يبقى ونعم الزوج. تقصدي ايه؟ انتي فاهمه قصدي كويس. تجننتي يا نوال؟ ده خطيب يا بنتي بيحب خطيبته جدا. وبعدين انا خلاص بعد ماجد ما فكرش ابدا ان اتجوز راجل تاني. صدقيني بكره تنسي، انتي لاول ولا اخر واحده جوزها يموت وتتجوز غيره. انتي غلطانه يا نوال، ماجد بالنسبه لي كان كل حاجه في حياتي. كل ما ابص لوش مروان اشوف ماجد. شفتي هو شبهه قد ايه؟ ما تلعب، انتي خايفه اغلبك ولا ايه؟ السلام عليكم يا رئيس. سلام ورحمة الله وبركاته. محدش شايف فيكم عربية زرقاء فيها واحد وواحدة ست لابسة اسود؟ الست زهرة والباش مهندس فريد. مظبوط، ما تعرفش راحوا فين؟ هنا هنا هنا، المدفن بتاعهم هنا على الشمال. متشكرة قوي. هتلاقيهم جوا بيعيطوا. الحرمة دي أنا شفتها فين قبل كده؟ شفتها فين قبل كده؟ تكونش قريبتهم يا رئيس. قريبة مين يا الناس اللي بيجوا عياطوا كل يوم. الله، على كده تبقى قريبت انا كمان. يا زهرة حرام عليكي، مش كده؟ ارحمي نفسك، بلاش نيجي هنا تاني، انت حزنت بيوم ما فيه الكفايه. ما حزنت
مش هلاقي حد اغلى منه حزن علي. انت لسه كان بيحبني قد ايه يا حبيبتي؟ انا عارف وحاسس اللي انت بتقوليه، بس انت صعبانه عليا قوي. انت لسه صغيره وجميله والحياه قدامك فاتحه لك دراعاتها، ما تقفلهاش انت على روحك يا زهره. هما مش بيقولوا الحقيقه قبل الميت؟ كلامك صح يا فريد، غصب عنك مش قادره. معلش معلش يا حبيبتي، عشان خاطري حاولي، عشان خاطري. والله عيل حلو قوي كده. فين وطي صوتك؟ مفاجأة مش كده؟ يا ترى خلصتوا عياط ودخلتوا على الغراميات؟ ايه العبط اللي انت بتقوليه ده؟ ايه الحكاية فريد؟ مين دي؟ دي؟ دي ما تنطع يا باش مهندس، ولا مش قادر تقول قدام الهنم ان انا خطيبتك؟ هو انت نور عين خطيبته؟ تصوري؟ بس حطي قبل اسمي الهبلة أو العبيطة. كفاية بقى يا نورهان. انتي أصلك مش فاهمة حاجة. بقى بعد كل اللي بيحصل دوت من ساعة ما مات جوزك وكل اللي شفته ده دلوقتي قدام عينيا، وبتقولي إن أنا مش فاهمة حاجة؟ ليه؟ هو أنا هبلة للدرجة دي؟ دي معاكي بقى، مش كده؟ لازم تراعي مشاعر مدام زهرة. يعني أنت خايف على مشاعرها ومش خايف على مشاعري أنا؟ ليه؟ أنا مش مهمة بالنسبة لك؟ أنا مش فاهمة أنت عايز توصلي لإيه؟ لا أنت فاهمة كويس أنا أقصد إيه؟ لا مش فاهمة أنت تقصدي إيه؟ فاهميني؟ مفيش واحدة يا زهرة هانم جوزها لسه ميت ما فاتش عليه أسبوعين وبتعمل اللي أنت بتعمليه. وأنت شايفاني بعمل إيه؟ ده مدفن يا مدام زهرة، مش مكان للحب والغراميات. عيب مهما كان الأموات ليها حرمة. لا ده أنت اتجننتي رسمي، اتفضلي امشي دلوقتي وحصلك معايا بعدين. زعلتوا قوي؟ عشان قطعت عليكم عيادكم؟ عايزين تعيطوا من غير عزول؟ لحد كده بقى مش هسمح لك. فريد من فضلك خد خطيبتك. انا عايزه ابقى لوحدي. لا انا مش همشي. طب وانت هتروحي ازاي يا زهر؟ انت خايف عليها قوي ومش خايف عليا انا؟ وبعدين معاكي بقى، زي ما جيتي لوحدك روحي لوحدك، اتفضلي. يعني ايه يا فريد؟ فريد من فضلك كفايه فضايح، من فضلك خدها وامشي من هنا. عاجبك كده؟ انت بتراقبيني ولا ايه؟ لا انا مش براقبك، وده من حقي، وعايزه اعرف حكايه الست دي دلوقتي حالا. انا مش قادره استحمل اكتر من كده. خدها وامشي حالا دلوقتي، من فضلك خدها وامشي حالا. اتفضلي قولي قدام امشي. خطيبتك راحت فين؟ معلم ابو سريع بشوف لها تاكس. ازاي تعمل كده يا فريد؟ مالكش حق تعمل معاها كده خالص. بقول لك يا زهره، انا قرفت وزهقت من غيرتها وتصرفاتها الغبيه. معلش حقها، الست لازم تغير على الراجل اللي معاها، يا اما تبقى ست ما عندهاش احساس ومشاعرها بارده. ماشي كلامك صح، بس دي خنقتني. مش معقول تراقبني في الراحه والجايه، مفيش ثقه ولا ايه؟ معلش هي برده معذوره، كل يوم بتشوفك معايا خطيبتك وبتحبك لازم تخاف عليك. انا بخاف عليها برده، عشان كده سبت لها ابو سريع. ولو برضو بقولك دي خطيبتك لازم تخاف عليها. يعني انت عايزاني اخاف عليها او خافش عليك انت يا زهرة؟ اسيبك هنا لوحدك تروح ازاي طيب؟ ما انا كنت هكلم فوزي ياخدني. فوزي؟ فوزي وانا موجود؟ كبه زهرة كبه فوزي. ايه ده صوتهم بقى للجو؟ انا كنت خايف لا يصحوا الاموات. وعرفت بقى كانوا بيتخانقوا على ايه؟ ولو قفتلي زي الاطرش في الزفه. اطرش مين يا وليه؟ انت فاكره جوزك طر وخيبه؟ ده انا المعلم ابو سريه اللي يعرف اذا كانت خشبه الميت، اذا كانت طايره حقيقي، ولا الشغل اورطم اللي شايلينها. وفهمت ايه بقى يا ابو العريف؟ فهمت ان احنا ربنا بنتنا على الاخلاق الحميده، مش الهانم اللي فاكراها امها انها السفيره عزيزه. يا راجل فطمني،
نشفت ريقي لا هينشف ريقك. الست زهرة الفرخة اللي بتبيض سبايك دهب، والعياذ بالله ليفة على الراجل اللي بتروح معاه التربة بيعيطوا سوا، ومراته شمت خبر وعرفت ان في علاقة ما بين الراجل بتاعها وبين زهرة اللي عظم جوزها لسه ما بردش في تربته. يا نهار منيل، الكلام اللي بتقوله ده حقيقي يا ابو سريح؟ امال انا بهاتي بقول ايه يا وليا؟ ده انا شفتهم كمان وهم بيحضنوا بعض. بيحضنوا بعض؟ يا لهوي يا خرابي. وعلى قبر جوزها؟ اللهم احفظنا، جوزها تحت وهم فوق. والولية امها جاية بالصوت الحياني وبيردح، قال ايه بعمل اعمال لبنتها؟ لا ده لازم فضحتهم تبقى بجلاجل. واحنا مالنا يا ولية؟ واحدة وليفة واحد، احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ دي الولية امها بتكلمني من طرطفة مناخرها. هي يا اخويا نسيت كانوا ايه؟ قال على رأي المثل، كبر البصل وتدور قال شحال حاله الاول. اخرسي قللت الادب، ولية مجرمة ما تختشيش. انا برضو مجرمة ما اختشيش. يخشى من اقول الكلام الفارغ ده، روح لم بنتك اللي ما قدرش تظبط شهر بحاله من غير جواز، وجريت ماشية مع صاحب جوزها على حل شعرها. ده انا بنتي اشرف منك ومن بنتك. ايوه ايه يا ماما، ايه يا ماما، ما هي بنتها دي تبقى مراتي. فئتك القرف في نسبك اللي نسبته. كانت قرف يا اختي، انت كنت تطولي يا ولية، عيب عليكي، ده احنا مهما كان ضيوفك. يا اختي قلة الذوق دي. وبعدين يا خالتي ما تهدي على نفسك شويه، هو انت اختي على طول طبعا انا حاسه كده؟ ما تروحي تلمي بنتك، وبعدين ده بقى شايفها بعينيه الاثنين دول. عينيه الاثنين جاتوا العمى في عينيه الاثنين. بقى الراجل المجنون ده اللي كان عايز يتجوزها بيتكلم عليها. يتجوزها؟ يتجوز مين؟ ماما عشان خاطري داري على الموضوع ده، انت بعد كده انا بعيش معاه لوحدي. انت مش شايف عمالين يناقشوا في سيرتها وعايزنا نسكت لهم؟ لا قولي لي هنا، انا لازم افهم مين عايز يتجوز مين. جوزك يا اختي اللي اتخبل في دماغه واتعمى في عينيه بجايب سيره بنتي دلوقتي. نعم ابويا انا كان عايز يتجوز زهرة. ايوه يا اختي، ابوك المجنون. يخرب بيته، ده وعده منيله بستين نيله. وانت يا منيل بقى انت عارف وما تقوليش ده انا حبيبتك. تعالى هنا يا ماما يا ماما. امشي امشي يا اللي ما تربيتيش، امشي قومي من هنا. انتوا ايه اخرتها معاكم؟ عايزين ايه من بنتي بالظبط؟ فهموني، مش كفايه الاعمال السودة اللي انتوا عاملينها لها؟ طيب يا ابو سريع الكلب، ان ما خليتك تتشاهد على روحك النهارده ما بقاش انا ام الهنا المعدده. ما هي معاها حق يا حبيبي. معاها حق تهزاني قدام زهره؟ ما انا كمان مش عارفه ايه موضوع زهره دي. اللي مش عارفه ايه يا ماما؟ ما انت عارفه المرحوم جوزها كان بالنسبه لي ايه. اديك قلت المرحوم جوزها، يعني مات خلاص، يعني على راي المثل خالتي وخالتك وتفرقوا الخلايا. نفسي افهم انا بقى، انت لازق لها ليه ليل نهار يا حبيبي؟ وبعدين ليها حق خطيبتك تزعل منه؟ انا بصراحه لو مكانها هزعل طبعا، هي الواحده ايه غير شويه كرامه. اوه يا ماما انا زهقت بقى. زهقت من ايه بس؟ معرفش بقى، وزهقت وخلاص. يعني هي البنت يعني كانت غصبتك يا حبيبي؟ غصبتني. انت ما شفتيش قعدت تزن على دماغ امي قد ايه لحد ما اخطبها؟ هي برضو اللي قعدت تزن لحد ما تخطبها. ليه يا ابني؟ هي كانت غلطة وبتصلحها؟ غلطة ايه؟ ما هو لحقت تعمل حاجة. انا بس لما عرفتها كنت في ظروف صعبة، وبعدين كنت يئست. يئست؟ يئست من ايه بس يا حبيبي؟ يئست من زهرة. مش فاهمة يا ماما. انا اول ما عرفت زهرة دخلت قلبي، وبعد كده لما لقيتها بتحب ماجد وهو بيحبها قلت اتصرف تصرف جنتلمان واخلع. انا عملت زي عبد الوهاب ما قال، ضحيت هنا فداه. وانت قلتها بلسانك، يعني بتحب صاحبك ومش بتحبك انت. ايوه يا ستي بتحب صاحبي، بس ده عشان عرفته قبل ما انا اعرفها. لو كنت انا عرفتها الاول كانت حبتني انا. وانت تفتكر يعني لما جوزها مات هتحبك؟ بصراحه يا ابني اقول لك دي تبقى ست ما عندهاش ريحه الاخلاص. ده انا باباك لما مات وسابني في عز شبابي اتقدم لي ناس كتير ورفضتهم، وفضلت اهو عايشه على ذكراه. يا ماما ارحميني بقى، مش كل الناس زيك انت وفاتح حمام عايشين بالاطلال. انا متاكد لو كانت عرفتني قبل ماجد او حتى في نفس الوقت كانت هتحبني انا طبعا. والله ما انا فاهماك. بقول لك ايه يا حبيبي، طب انت ناوي تعمل ايه مع خطيبتك دلوقتي؟ مش عارف. مش عارف يعني ايه؟ هتسيب البنت متعلقه كده؟ والله يا ماما انا عارف انا اللي متعلق ولا هي اللي متعلقه. يا ما في يا مسكت، تعالي هنا. ايه اللي انت ماسكاه في ايدك ده؟ انت عايزه تعملي لنا جنايه هنا؟ يا ما افهمي، انت بعد ما مشيتي وسبتيني انا فضلت ورا خارين لحد ما قربته وعرفت منه اللي حصل. ايه يا اختي اللي حصل؟ تعالي بس
ابويا كان كل اللي قصده ان دي يعني سبوبه يتجوز الزفته اللي اسمها زهره وياخد الفلوس اللي متلتله على قلبها ويجيبها ليا وليكي. الكلام ده مظبوط يا عيره الرجاله؟ وحده انا لما لقيت كل واحد يتحنجل عليها قلت اتحنجل عليها انا كمان وهقوله هيبقى في عبوكم. وما قلتش الكلام ده من الاول ليه؟ هو انت اديتيني فرصه ياما يا ريت كسبتيه يا ريتها كانت رضيت واتجوزته كنا بقينا في امل ودنيا غير الدنيا. على رايك يا بنتي بس اعمل ايه؟ ما هو لابوكي ده لو كان عدل كانت البت رضيت بيه. يا زهرة مش عاجباني عمايلك اللي بتعمليها دي. ايه اللي انا بعمله ست كله؟ ايه حكايتك مع اللي اسمه فريد ده؟ ما انتي عارفه ايه الحكايه؟ لا انا مش عارفه حاجه بقى. انتي نسيت ان هو كان صاحب مجد الله يرحمه؟ معنى كده انك تفضلي داخله خارجه معاه قدام الناس. طب دي فيها ايه دي؟ فيها ان كلام الناس كتير يا بنتي ومش كل حد عارف ان ده صاحب جوزك اللي مات حتى لو كان اخوه. يعني ايه تدخلي وتخرجي معاه؟ ياما حرام عليكي، هو انا فاضيه عشان اشوف كلام الناس؟ هم بشايفين المصيبه اللي انا فيها دي ولا ايه؟ مش كل اللي حصل لهم زي اللي حصل لك ده يدخلوا ويخرجوا مع اصحاب جوازهم اللي ماتوا. لا يا بنتي. وبعدين لازم حاجه مهمه قوي تفتكريها، احنا ناس ولاد بلد ونخاف على سمعتنا. ليه ياما؟ هو في حد اتكلم علينا وفريد؟ منى ارجوك ما تظلميش زهره. زهره ما لهاش ذنب، ده عايشه في مأساة، جوزها مات وهي ما بتفكرش في اي حد تاني. انت قمت تفسخ خطوبتي يا فريد؟ طبعا لا، بس انا كمان بمر بظروف نفسيه صعبه. مجد الله يرحمه كان اعز اصدقائي. المهم بيني وبينك انا فكرت كويس لقيت ان انا شخص واطي قوي عليك. انت تسالي حد احسن مني بكتير. وجاي تقول الكلام ده دلوقتي؟ والله اقوله دلوقتي احسن ما اقوله بعدين، احنا لسه على البر ما دخلناش في الغميق. عملت ايه مع بابا وماما عشان يوافقوا عليك؟ ما كانوش طايقيني هما صح؟ انا قلبي كان حاسس. ايوه شفتي بقى؟ اهلك بيفهموا عندهم حق. انا فعلا ما استهلكيش وادينا اقول الحمد لله بحقق رغبتهم. امال كنت بتقولي بحبك ليه؟ كنت بتقولي ان مفيش قوه في الدنيا هتبعدنا عن بعض. انا قلت الكلام ده؟ ايوه قلت. وقلت اكتر من كده يا فريد. جايز. جايز ايه؟ جايز انك قلت لي؟ اصل انا ساعات بعيد عنك كده اشطح في كلام ملوش معنى وارجع اندم عليه بعد كده. يعني انت ندمان انك قلت لي الكلام ده؟ لا لا مش قصدي. بصي زي ما قلت لك انا واطي نجل. اقول لك على حاجه؟ ادي الدبله بتاعتك اهي. انا اللي جايبها. والشبكه دي حقيقيه عليك مع نفس التيم باكو بس ما تغماش عليك يعني. ها الحمد لله. يلا بينا. سيبني لوحدي يا فريد. سيبني لوحدي ايه؟ مين هيوصلك؟ جاي دلوقتي وعامل فيها شهر. متشكرة قوي يا باشمهندس. اتفضل انت. طيب بقول لك ايه؟ انا محاسب على الغدا والسلطه وكل حاجه ها؟ تيك كير. بعدين يا متر ممكن تفهمني ايه اللي بيحصل ده؟ يعني ايه كل ما جلسه اعاده محاكمتي تتحدد ترجع وتتاجل تاني؟ انا خلاص زهقت حرام عليكم. ما انت شايف يا حاج انا ومجموعه المحامين اللي معايا بنبذل كل اللي في وسعنا عشان تخرج من هنا. كل اللي في وسعكم؟ يا سلام يا اخويا، امال يعني مش شايف اي نتيجه؟ ازاي يا حاج؟ ما انت شايف ان في تقدم لصالحنا. وبعدين المحكمه لو كانتش مقتنعه انك مظلوم كانت حكمت عليك من اول جلسه. مش جايز التأجيلات دي كلها خير وربنا هيكرمك وتخرج براءة؟ أنا بقى رغم الغلب اللي أنا فيه ده والهوان اللي أنا شايفه مفيش قدامي غير إن أصدقك وربنا يعيني على اللي أنا فيه. اطمني ياما، كل اللي أنت عايزاه هتاخديه وبزيادة كمان. ما أنت عارفة كانت بتحب المرحوم قد إيه. السلام عليكم. عماتي هنا ولا إيه؟
يا اخويا لقيناك اتاخرت قلنا نتغدى احنا بلا واكسه. ايه اللي اخرك؟ كنت عند اختي. وعامله ايه؟ الحمد لله بقت كويسه. يا اخويا بكره تنسى يا ما الزمن بينسي. اه نسي ده بالنسبه لحضرتك عشان متعوده بس هي كانت بتحبه. بقول لك ايه؟ ابو سريع كلمك على الحساب. حساب ايه ده؟ الخرجه والدفنه ده غير شغل انا. الشغل ايه يا حضرتك؟ مغنيه يا حبيبي. مش صوتت يا حبيبي واتنبع حسي؟ عادي ما انت كل يوم بتفقع بالصوت عادي جدا. وبعدين انت كنت جاي عشان تجامليني وتجامل اختي. اجامل مين يا عمر؟ وجاملها بتاعي يا حبيبي. انا ان شاء الله هجاملها في خرجه امها. انا مالي ومالي ايه ده؟ ضم انا دي اللي بتقول عليها دي؟ وعايزه كام حضرتك بقى؟ مش اقل من 500 جنيه. 500 ايه؟ ليه؟ شاريه المدفن بالمره؟ كتير قوي. كتير ده يا واد؟ طب ده انا عدت وقلت كلام عمري لا قلته لا على حي ولا على ميت. بقول لك ايه يا خليل؟ هو انت يا اخويا دافع لنا حاجه من جيبك؟ ايه كنت ناوي تخنصر لك قرشين؟ صباح الخير. صباح ايه ده؟ حبيبة قلبي ست الكل. انا اقول والله الدنيا كلها منوره. ازيك يا حبيبتي؟ صباح الخير. صباح النور. يا زهرة مش موجودة ولا ايه؟ لا مش موجودة. مش موجودة. طب ما قالتش رايحة فين؟ ما قالتش. طب ما قالتش راجعة امتى؟ لا ما قالتش. الله برضو؟ طب انا متشكر قوي يا طنط. هبقى انا اكلمها على الموبايل بقى بعدين. حبيبة قلبي في رعاية الله خدي بالك من نفسك. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. خدي بالك من نفسك يا حبيبتي. انا مش عارف الجدع ده مش عايز يحل على البيت ليه. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. انا فريد انت فين؟ لا انا ما نزلتش خالص. ماما قالت لك ان انا خرجت؟ اصل انا كنت في الاوضه فوق بغير هدومي وهي يعني افتكرت ان انا نزلت خرجت. طيب يا فريد خلاص يا هشوفك كمان شويه. يلا مع السلامه. انت عملتي كده ليه يا مور؟ انا مش عايزاكي تقابلي الجدع ده تاني. كفايه اللي جرالنا من وراه. تقومي تقولي له ان انا خرجت. انا نفسي افهم بقى بيخش ويخرج هنا بصفته ايه؟ يوه تاني ياما؟ تاني وتالت. يا بنتي انا وانت عايشين في البيت لوحدينا وده مهما كان راجل غريب. فريد مش غريب. فريد كان بالنسبة لماجد أخ. وماجد خلاص راح. لا ما راحش. ماجد هيفضل طول عمره في قلبي. ده مش معناه إننا ندخل راجل غريب البيت. أخوكي لو عرف كده هيكسر الدنيا. وكفاية الشقورة والنقورة بتاعت أهل مراته علينا. أنا ماليش دعوة بحد. أنا بعمل اللي أنا شايفاه صح وبس. خلاص أنت حرة. بس يكون في علمك. لو الجدع ده خرجتي معاه ولا قعدت بالباب هنا أهو أنت من سكة وأنا من سكة. اه انا ما استحملش ان حد يجيب سيرتي وانا في السن ده. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ هي كلمه واحده مش هتانيها. عقلك في راسك تعرفي خلاصك. وعدوه. لا اله الا الله. بسم الله. يا عم انت هتاكل ولا هتدفنها؟ انا عايز اقول لكم يا جماعه انتوا فرقتوا ما بيني وما بين اختي حبيبتي. اختي اللي كانت بتصرف علينا من خيرها بعد العمله اللي حصلت من ابوكي ديت. الله، هو انت كنت صايع قبل ما تيجي تخطب بنتنا؟ انت مش قلت لنا يا جدع انت ان انت متوظف في المجال وبتاخد الشيء الفلاني؟ هو ايه يما ده الشيء الفلاني؟ ده هما يا اختي 300 جنيه في الشهر اول عن اخر. لو صبتي 300 جنيه ده انا يا راجل باخدهم في غسلتين. وانا لو خدتهم في دفنه ميت كان بوزي بقى شبرين. عم روح بالكفن اللي انت لفه على راسك ده. طب بعدين انا هتصرف ازاي دلوقتي؟ وانا مالي؟ اتصرف بعد معرفتك يا اخويا. بمعرفتي؟ بعد ما خربت ملطه بسبب ابوك وامك. انت بتبطل تقول ايه؟ بعد ما تخلص شغلك يبقى تعالى اشتغل معايا. اه معاك. اشتغل صبي حنوتي ولا صبي طربي؟ انت خشني ما تنفعش في الشغلانه دي. انت على الاقل كده يعني تيجي تشتغل معايا في الحسابات، تسجل الدخله الخارجه. يا عم روح يا عم روح. انا اشتغل صبي حنوتي او طربي؟ ده انا بخاف حد من الطرب.
خلاص اتفلق، دبر حالك يا حبيبي بمعرفتك. طب شوفوا لنا قرشين كده يعني تساعدونا بيهم، على الاقل نجيب لكم اكله حلوه بدل اللي خلصت دي. نساعدك؟ نساعد واحد صايد طول بعرض كده عايش على افخته؟ انت هتودي الفلوس دي كلها فين يا عمك ابو سريع؟ حتفينها معايا ولا اديهاش لواحد عايش على افخته؟ لحد امتى هتفضلي حزينه كده؟ تقدري تقولي لي بقى ايه اللي مقعدك هنا في مصر ومسيبك مصالحك وشغلك هناك؟ انت عارف ظروفي كويس يا فوزي. يا زهرة الحزن في القلب مش في المكان، وهنا زي هناك. ما اقدرش ابعد عن جوزي حبيبي. جوزك مات يا زهرة، الله يرحمه ويحسن اليه. واللي انت لازم تفهميه دلوقتي ان انت لازم تاخدي مالك من نفسك ومن شغلك ومصلحتك بقى وتشوفي نفسك شويه. ما اقدرش يا فوزي، كل ما احاول مش قادره. طب ومالك وفلوسك اللي هناك دي هتسيبيها كده من غير اداره ولا رقيب؟ عارف يا فوزي بفكر اعمل ايه؟ بفكر انقل كل شغلي هنا في مصر. طب ولازمته ايه بقى كنا عملناها هناك؟ ما كمل الاول، ما قلنا كده بقى نمرمط نفسنا من هنا لهناك ونلغي ونقفل. انت عارف انا عملت كده ليه؟ كنت عايزه ابقى قريبه من ماجد، دلوقتي خلاص ما عادلوش لزوم. طب اللي انا عايز افهمه بقى، انت ناوي على ايه؟ خلاص هتبطلي شغل؟ انت عارفني ما اقدرش ابطل شغل. عظيم قوي يا ستي، وبعدين؟ بفكر افتح مقر شركه هنا جديد وانقل كل شغلي من بيروت، بس عايزاك تسافر تصفي لي كل حاجه هناك. مش انت معاك توكيل مني؟ ماشي، لو ده هيريحك اروح اصفي لك كل حاجه. صباح الخير يا زهر. صباح النور يا فريد. انا قلت كده ليك يعني. انت ازيك، اخبارك ايه؟ انا حياتي ملخبطه يا زهر. طب اقرا الاول فتح الماجد. أنا ونورهان سبنا بعض. نورهان مين؟ في الحياة تنسيها ولا إيه؟ نورهان خطيبتي. معلش يا فريدة اعذرني، أنا أصل الأيام ديت دماغي مشغولة شوية. ليه كده خسارة؟ كانت بنت كويسة قوي بتحبك. أعمل إيه؟ ما هو كل ده بسببك. بسببي أنا؟ عشان يوم اللي جت هنا وكان في خناقه وبتاع. مش ده السبب. امال ايه السبب؟ انت يا زهر، حبي ليكي. اوعى تفتكر ان حبي ليكي ده شيء جديد، ده من زمان قوي، من اول مره شفتك فيها ووصلتك بعربيتي. من ساعتها وانا مش قادر انساك، ولولا ان ماجد الله يرحمه سباني واتجوزك انا كنت اتجوزتك باي طريقه. بعد ما انتوا اتجوزتوا عشان انساكي عرفت بنات كتير، كانت اخرهم نورهان، بس برضه ما قدرتش. وانا كمان ما قدرتش انسى ماجد. ومين سامعك؟ ما انا كمان مش قادر انساك، عشان كده انا حاسس ان وجودنا مع بعض هو اللي يقدر يهون علينا اللي حصل ويخفف حزننا عليه. انت تقصد ايه بالكلام ده؟
قصدي ان انا وانت بنحب شخص واحد، عشان كده لازم نفضل مع بعض على طول. احنا لازم نتجوز يا زهرة. نتجوز؟ ايوه نتجوز، ليه لا؟ علشان انا دلوقتي ما اقدرش افكر في اي راجل غير ماجد. انا مش راجل يا زهرة، قصدي ان انا مش راجل غريب، يعني انا فريد صاحب المرحوم. ما تقولش عليه مرحوم، دي الحقيقة اللي لازم تعيشيها يا زهرة. ماجد مات خلاص. لا، ماجد لسه عايش جوايا. شفت بقى اللي نابك اهو، سبت خطيبتك، لا اتجوزت خطيبتك ولا اللي انت داير وراه عشان تتجوزها. انت فرحانة فيا ولا انت امي على فكرة؟ وبعدين اصبري، الموضوع لسه فيه كلام تاني. والله يبقى عيني العقل يا حبيبي. والله يعني انت يا حبيبي ناوي ترجع لخطيبتك؟ بصراحة انت كده تبقى كويس قوي، لان نوران بتحبك وريداك. يا ماما في انت قطر ماشي، ايه ده؟ انا بتكلم على زهرة مش على نوران. تاني انت يا ابني مش قلت انها زعلانة على جوزها اللي مات؟ وقلت كمان ان امها مش موافقة عليك. لا، ما هي امها دي شكلها كده وليه من العصر الحجري، يعني لما شافتني مع زهرة اليومين دول بروح المدفن وبروح البيت قفشت من ناحيتي شوية، عشان كده انا هدخل في الموضوع بشكل رسمي. انت مش قلت لي ان امها مزرجنة؟ لا، انا امها كلمتين حلوين كده حاكل بعلها حلاوة وثبتها، خصوصا لما تعرف انها كان غرضي شريف وعايز ادخل بيت من بابه. انا مش بتكلم عن امها يا حبيبي، انا بتكلم عن زهرة. ما يمكن مش عايزاك اساسا وحاطة عينها على واحد تاني. يا ماما الملف السعد يا ساتر، بقول لك ايه، خليكي في كرة الشراب اللي انت بتلعبي بيها دي وسيبيني في حالي. هو الموضوع ان شاء الله هيخلص، بس هو عايز وقت والحاح وتناحى. ماشية في بحر الحياة بحلم ألاقي الشط وأشوف أرض النجاح من بعد زي الخط. ماشية في بحر الحياة.